السلام عليكم ورحمة الله. صدمة كبيرة في العالم، إيه اللي بيحصل وهل هيستمر الوضع بالطريقة دي وإمتى هينتهي؟ فعلا يعني القادم أعظم. النهاردة معانا جولة في أسبانيا، البلد اللي حاليا من المفترض أنها تكون في فصل الصيف، وبداية شهر سبتمبر أيلول شهر 9 بتكون درجات الحرارة كمتوسط 32 درجة وممكن أكتر من كده كمان. وهنا هنشوف مع بعض في الخريطة، يعني زي ما احنا شايفين ما بين 22 درجة و 34 درجة ونسبة نزول الأمطار واردة وأمر يعني عادي، لكن الغالب هو درجات حرارة عالية جدا والناس كلها بتتجه للبحر سواء يعني من الأسبان أو من السياح. هنا في رسم بياني كمان للعشر سنين الأخيرة ومتوسط زي ما احنا شايفين درجات الحرارة في أسبانيا الطبيعي بتاعها، وواضح طبعا ان اقل درجة كانت 24 واعلى درجة كانت 33، واقل درجة دي في اخر شهر 9 مش في اول شهر 9 اللي احنا في اوائل ايام شهر 9 دلوقتي، لكن بتاريخ 2/9 وبشكل مفاجئ بتتحول او بيتحول الطقس من حار الى فيضانات وعواصف رعدية بتغرق مدن باكملها. تراجونا في كاتالونيا اجتاحت الفيضانات المدينة والشوارع، غرقت زي ما احنا شايفين بالشكل اللي متابعينه مع بعض في ساعات معدودة. الأدوار الأولى غرقت بالكامل زي ما بيحصل في كل مكان أول ما بتحصل الفيضانات، بتفصل الكهرباء عن المدينة بالكامل ودي لوحدها كارثة كبيرة. الشرطة طبعا حذرت الناس من الخروج من المنازل، لكن الخوف ساعتها يعني بيضطر الناس ان هم يحاولوا يهربوا بحيث ان هو يعني ممكن يموت في مكانه يعني، لكن للأسف النتيجة بتكون في غالب الأحيان عكسية. سبحان الله، يعني كأن القيامة قامت في لحظات بدون سابق انذار زي ما احنا شايفين. خبراء الطقس بيقولوا ان الفيضانات هتستمر، كمان فيضانات مفاجأة في مقاطعة توليدو يوم 1 سبتمبر لمدة 3 ساعات متتالية، وكانت كفيلة برضو سبحان الله بإغراق المقاطعة بالمنظر العجيب اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات مع بعض. وصلت الفيضانات في مدن توليدو وجوادامور وأرجس وكوبيسا وبولان. رئيس بلدية جوادامور قال في تصريح: لقد كان أسوأ فيضان في تاريخ المدينة، وغالبا كلهم بيقولوا نفس الكلام في فيضانات السنة دي. زي ما بنشوف الشوارع اتحولت لأنهار في 3 ساعات، يعني العربيات أصبحت مراكب سبحان الله، والمياه دخلت المنازل والمباني بكل أنواعها وفي كل مكان.
زي ما قلنا الأمور والله أعلم لن تهدأ. للأسف العالم كله في وادي واللي بيحصل في وادي تاني، ناسين إن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأكبر من مكرهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. للأسف وصلنا لمرحلة عجيبة وزمان انتهت فيه كل معالم الإنسانية، لا دين بيحكم الناس ولا حتى إنسانية، مع إنه يعني في الأصل من الصعب تلاقي إنسانية أو نادرا تلاقيها إلا في الدين. لكن علينا أن احنا نستبشر، وخصوصا الأيام دي لازم نطمن ونتفائل، لأن المؤمن مأمور بالتفاؤل ومنهي عن التشاؤم. نتفائل بأن المؤمن مستقبله أفضل لأنه مع الله سبحانه وتعالى. لكن يعني احنا بنعرض الأمور دي علشان نتابع الأحداث، وبرضو فيها نوع من التخويف، لأنه من مات قامت قيامته، وكلنا لازم نفوق ونتقرب من الله سبحانه وتعالى أكتر، خصوصا بالأعمال القلبية وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والإيمان بوعد الله سبحانه وتعالى إن الأرض يورثها الله للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. وبكده تبقى حلقة اليوم انتهت على خير بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.